في الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واي زكاة الفطر إن شاء الله اسنف ليسو تتافي قونا إن شاء الله يرون أما جروا صومن نقمت أمراه قادموا رب سبحانه وتعالى وان باتيتنا نقول ابنو وانا الدادة خران وقول رب سبحانه وتعالى قول ابي باتيتنا سنكيسا تكو زكاة الفطر ميواي زكاة الفطر قباب سنة إن شاء الله اكا قرانا ما هندا سينو تتافي قونا زكاة الفطر يقاجا أن خنا تكتا نمني إيغا رمضان الرافوري خنا نمني خنا تتناني زكاة الفطر جانيني وان ربي سبحانه وتعالى زكاة الفطر خنا خراغ إيف الرفق بالفقراء أمتا مسكينة تيقويا خنا خيسا أكا حال إسان الرالافو هركا قليلين قويا خنا خيسا أكا غرغار سارغتان غمچو اك امته اسلاما وجين غمچو قودتان غمچو غيا ايدا اك قودتانيف غيا ايدا خنا خيسا يان ني نيا تفي دغاتي دا اك اساني تنجيراني قاما غمچو خنا را قودا فدتو اك تانيف ربين كينيا سبحانه وتعالى حكمه وني زكاه الفطر ربين كينيا غودف سبحانه وتعالى واين اسا خنافي أغنوهم عن التواف في هذا اليوم جنبي صلى الله عليه وسلم أمتا أبا حركك الأيي قويا خنا خيسا أكا رزقي بربادا غند خيسا أوليغا دين ديمني إسان دروم سانون جنبي صلى الله عليه وسلم ونقول أميب كنافي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة الفطر أكرجي عبد الله بن عباس نبي كينيا محمد صلى الله عليه وسلم زكاة فطر لا درقما قد درقما تاسسي طهورة للسائم من اللغو والرفض نما صومنا خنا وان اني صومنا ساخنا خيستي وان أدى وان اني دلقي وان شريعة وجين والنفل اني وان صومنا وجي والفال ليسو وان اني صومنا خنا خيسة حجتي وان سن إساف آهر سوداف إرسال راق القل ليسوداف رب سبحانه وتعالى زكاة فطر تاسسي جاج النبي عليه الصلاة والسلام وطعمة للمساكين ونما الزكاة فطر تاسفة ميب نموني مسكينة كيسا خنا نياتني قويا خنا خيسا قمة شرى قودة نيفي رب تاسي سيجا توقو بوان سا خنا جيتشورا بوان زكاة فطر دا سومنا خي قلوم مه توقو توقو خنو دي سومنا خيسا تفيني قلوم مثلا اكا نودير رسوفي نموني مسكينة اركا قلعين اكا قويا قمة شرى خنا اتي ايدتنا تفيدتني وان كان فيدتني ايدتنا راكا قودة فلتني فمن أداها قبل الصلاة نمني صلاة درتي زكاة خنا خنة صلاة درتي بكانجي صلاة إيدتين درتي صدقة قبلم تورا نمني مو صلاة بودة آنسي فهي صدقة من الصدقات صدق متاتي ملي بكان قبدو جاء نبي كينيا عليه الصلاة والسلام زكاة فطر دا مالي حكم إسا مالي وقاجة زكاة الفطر حكم إسا شريعة إسلام خذ زكاة فطر دا درك أماج أنيني زكاة الفطر واجبة على كل مسلم نما مسلمة هندرت زكاة فطر دا واجبة أنيني أسلام ما خيت واجبة العالم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير أكنجي عبد الله بن عمر نبي محمد صلى الله عليه وسلم درك أما قد فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم درك أما تاسيس نبي عليه الصلاة والسلام زكاة فطر دا سجودة كو تمر را سجودة كو غربور را سجودة كو مو تمر را نبي كيني عليه الصلاة والسلام درك أما تاسيس غبر چررتي بلسررتي ديررتي دبرتررتي تقا قد نما مسلمتي هند نبي محمد صلى الله عليه وسلم درك أما تاسي زكاة فطر جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما إذن زكاة فطر جاء درك أما رب سبحانه وتعالى أمة إسلام خوا جبد أمة إسين قام نمرت متى نمرت وجبت أكا زكاة هرير وجبوتي مي متى نمرت وجبت أكا نبي كان يدرك أما قد جانين زكاة فطر جاء واجبة
نمني تو كيو إسد إيسي أدبمو يوم مو خفالي من دس رب الراركتي أدب جلابه جانيني. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما في قوله تعالى قد أفلح من تزكى آيات خنا يقا قرآن هيك آيات خنا عمر بن عبد العزيز في سعيد بن المسيب آيات خنا يقا هيخن مالجان وائر رب سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى جيخون زكاة الفطر يجان دوبا آيات قرآن خنا خيات ربين زكاة فطر دوبته وذكر اسم ربه فصلى يقاجو نما تكبير تاقول إيد سلاته وائن كو وائر زكاة فطر تجاني جري تابعيو تاخوني لفخايان دوبا زكاة فطر اينو رتي وجب ديوان جوام زكاة فطر دا نمني رتي وجب دو اينو زكاة فطر دا نمني رتي وجب دو نما أولا قالي أما أسي قدت نفودي مخانا قبوتي نما سيرة زكاة فطر دا در كمتاتي درجات درتي إسلام ما جيتشولا نما إسلام نمني مسلمة تاو جيتشولا نما مسلمات صومنا زكاة زكاة نما صومنا الرافوريتي زكاة نمني إسين تاهرتوس نما صومنا صومني زكاة خوني نمني در كمرتاتو نما مسلماتي خوني وان شكين قبني جانيني خلماني نمني زكاة كون إرتي در كمتاهو نما زكاة سن باسو دن دهجة چورا نما زكاة خنا باسو دن دهجة چون دن ديتين زكاة فطري تأكمي زن ديتين زكاة فطري دا اكا زن ديتي بروتي مي دن ديتي اكا زكاة دا دن ديتي قرقدو اكا حجي دا دن ديتين إسا دن ديتي أدات وان أجائبا دوبا نما زكاة فطري ندن دها ما جأم نما أكمي يوجان نما وان قويا إيدا خنا في هل كان إيدا خنا نياتو قبو إسا في ما تنسا ويا إيدا مثل عرّ إيدا قول أن كان في هل كان إدنا خنا وانياتو خنا را أتشها في وان قل يا إيدا إساقو هل كان إيدا وجين إسافي ماتيسا وان كان را أتشها في زكاة فطري دا باسو دا قبا جانيني زكاة فطري دا خنباتو زكاة فطري دا قائت در كمام نمني إرتاتو نما خنا جيتشو دا نموما وان قويا إيدا نياتو في هل كان إيدا نياتو روان إسا حفي ساني زكاة فطري دا ونمني واني إرا نمني إرا ترقما تاتو جيكو ترقما أجائباتي دن ديتين إسي دا هممانو مجيكو دا واني زكاة فطري خنا باسن مالي مالي را باسن زكاة فطري دا زكاة فطري دا تخرج زكاة الفطري مما يقتاته المسلمون وانما أمان مسلما نياتو نياتف نياتن سنر راهي زكاة فطري باتي درك أما زكاة فطري دا تمرا في قربو زبيبا وان قاف النبي محمد جيرو صلى الله عليه وسلم سقود توكو توكو وان كان الرتي أكا زكاة وان كان الرابات نبي قولي عليه الصلاة والسلام زكاة فطري خنصا قفرت قبابتو وان أمان مسلمان نياتا فنياتو روزا مشنقا بوكولو وان نياتا فنيات نمتوكو قمدي وان كان هندرتو خنا هندر راو زكاة فطري دابهون ندن دهما جان دوبا علماء إسلاما وهذا أصح أقوال العلماء خنا الرسهين نجت علماء ور شافياتوس ور مالكياتوس شيخ الإسلام ابن تيمية وان كان فلات جتشور إذا زكاة فطري دا وان إرا زكاة بافنو وان كان جتشورا وان كان الرأي زكاة فطري دا بافا ما جتشور همم تكاتو زكاة فطري درك أما نمرت تها درك أمني نما تقرتي همم تكوان جو قلال الواجب في زكاة الفطر درك أبني متانا ما تقرتي زكاة فطري دا متانا ما تقرتي درك أبني قولهم سجودة جانين سجودة تقو جانين سجودة خني مدي هماري تنا أفريني سجودة تقو جانين سجودة واني جاء مخون أكا أما شلقي كيلو أما جرتتي قلالا كيلو لما في جرام أفرطما جانين تقريبا تدوبا كيلولا ما في جرام أفرطما سجودة كوبا فما سجود نقاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيلولا ما في جرام أفرطما تو كيلو جاما سجودة جاما جانيني لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر زكاة فطر لا قاف زبن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبافنا خنبي نوججر ساعا من طعام أو ساعا من شعير أو ساعا من تمر أو ساعا من زبيب أو ساعة من أكتين أكنا جاء صحابين كن قاف النبي محمد نجد دوجر صلى الله عليه وسلم زكاة فطري دا سجودة تكو قربو 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 رايس سجودة يو قربو تيس واني الرابافة مقابسان كان جيتشو دا سجودة قربو دا سجودة
زبيبة سجودة تميرة سجودة آنن غوغا دان أكيد جانين خنرا بافنا جان سجودة متانا ما تكوتوني دركما تو سجودة تميرة توس غربو توس زبيبة توس بوكولو توس ميدان توس وان بيسو نياتف نياتو نياتف أمني نياتي اتجيرادو وان سنراهي زكام فطري بهاجاني متانا ما تكوتي سجودة تكو جيتو زكام فطري دا واني بهو جيتو دا زكام فطري خوني يرون اني بهو يرو تمي يرون زكاة فطري لا به مال يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد زكاة فطري خبافة موقبو ودو صلاة عيدتي قبل در عيدا صلاة لا في مبان درا صلاة عيدا درتي زكاة فطري لا صلاة عيدا درتي بافة مجيشورا فأخبر من أخرها نمني ويحرم تأخيرها صلاة زكاة فطري خنا بود أنسون حراما إيدرا أزري تكاملي ركام ركور أملتي إيدرا بود أنسون حلال انتو جانيني إذا زكاة فطري خنبه إيدا درا صلاة سبرا خافني إلى صلاة عيدتي الرجالا يروسا يروتنا جانيني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة الفطر طهرة للسائم حديث عبد الله بن عباس كريفو وني نبي محمد صلى الله عليه وسلم زكاة فطري قديف نما صومنا قل قل لي سودف حالة قطق خارجمة فمن أداها قبل الصلاة نم صلاة عيدا درت زكاة خنا بكان جاي زكاة قبل ما أجي أمتي ربي براتي بكركتي يوم من نم عيدا بود خنة صدق وما ملء زكاة فطري تلقى أمتو عزري ركناف نم يقويا سن إمال جراته خرر رجرات زكاة فطري باسون إسامي جاوبات ركوا أكنات في ملء إيدا بودا زكاة فطري أنسون برباكي ساد آميتي جانين يروني سين در كمتاتو هل كان إدنا خنا ويتا أدون غسينت هل كان برو إيدا أدون أرى يوغا غسينت يرون زكاة فطري دا نمرت وجبو يروسان جانين أمو زكاة فطري خنا يجوز إخراج زكاة الفطري قبل وقت وجوبها ودوما يرون سان نجين جرجر سني درا قيالما زكاة فطري قياتك قيالما ودو يرون سانجيني صومان ومخيسا قيا إيدا درا قياتك قيالما جرجر سني باسون نتها أكما زكاة برو يجوز جانين صحابو تخيسا عبد الله بن عمر فان أكنو قد أني أرغمان نمني حال إسرقسو يوجراد قيا إيدا درا قيالما درا قد زكاة فطري دا جرجر سودا دندها أكما زكاة بروتي أمور رجالا يروسا صلاة سبر رابانه هم صلاة إيدتي ويا إيدا يروخنا خيستي زكاة فطري دا خن ما جتشورا زكاة فطري دا أكجو علمائين زكاة فطري ندرك أمنسا نمران كفوجا درك أمنسا أبدا نمران بوجا حاقر تي يرون سادة برتومالي زكاة فطري يرومتيتو هاتو نمتكي باسو لقبا خفلو لقبا حقان حقا مسكيناتي حقا مسكيناتو هريسا خيستي درك أمتهي يو يرو اللين درا دبرتي زكاة باسو مقابا جانيني علماء الإسلام دوبا أكمي زكاة فطري خنا واني زكاة فطري إرى واني زكاة فطري بافنو أما وانمني نياتو جيتشورا زكاة فطري واني خنمخون وانمني نياتو غربو قمدي زبيبة تميرة ميدان بقولو وان علمنا ما قوتاف نياتف نياتو جروف نياتو وان زكاة فطري نبي الرجل صلى الله عليه وسلم وان كان زكاة نسخبه خنرى بها لغا اما وان دليل رفي سبته زكاة فطري خنا سقودة در كما قد امي وان يات نمر در كما قد امي سن را قراني قيمة سا قتي وان سني مالك قد اني خفلو ندن دهما اسي اما وان قتلو تلالو نبار باكس أصلين دبيدا أكا دليل النبي محمد رفت صلى الله عليه وسلم وني نبي زكاة فطري إرتقوده وانيا نمر رتقوده مالي مالك رتنقوني نبي صلى الله عليه وسلم وني برباكسو وانيا نمسان باسو زكاة فطري وني برباكسو مزاهمني علماء بكخانت توقع أكامن أنجو خلاجاني بكخان رتق غرغر بهان أبو حنيفة في إمام الثوري في إلاجك إمام البخاري لين زكاة فطري خنا قيمة سايو باسن همان قبو قتيم وان سنبيتو مالك ايو خنن همان قبو وانجو ور مذهبا خن ابو حنيفة في
نمني غرين كيسا وجين جيران أكس جان يوان كنا قيما سني مالك باسن همان قبوان جو خايان أصلين أمو وان كنا واني كچلو لالو برباكيزو نبي وان نيات نمو رتقو دي نمني حالي إسامي جاو وان نيات نمو سنباسو لقبار ومن نيات نمو نبي لرقو لسان صلى الله عليه وسلم ابن تيمية رحمه الله ور زكام فطري مدام ملين تهو جئفي وان نيات نمو رعملين تهو جئفي ور قيما يو باسن همان قبو جئ جدو مذبا وان بريدا تو وقال زكام فطري خبهو قبو وانما علمنا ما نعات الراهي نبي سن الرتقو صلى الله عليه وسلم أمو حال ركو تكتكو يوجرات حال ركسا يوجرات حاجان مسلحان بوان إرج آلو تكو يوجرات إيما سل يوخفلان همان قبو ركو فجيتش حاجان أفجيتش حاج أنيني نموني أما بيوت على أدى خيس جرو زكاة فطري تكو نما يسرافو لتو قربو يوباس نما يسرافو لتو نرقو نما زكاة فطري سن إرتي باسون إن قبو نما يسرافو لتو اللي ننجرو حالي اتقام بيا إرقي زكاة كن بكا بيتي إسرافه يوم الجاوبات وري ركو خانا قبان مذهب خانا تأكام ابن تيمية رحمه الله في الماتة قولي خانا ران أبتني زكاة فطري لا خانا إيما سن باسون أكا ركو سن إرخان كأي حاجة سنرى خانكا باسم ندان ده موانجو علماء بك خلطة تلماما نوغل أني وأكا ولي قلت زكاة فطري لا درق مخانا وين ساتس أكنا فكاتا إيدان درت لعلي نموني بيوتا أدى خيس جرو نانو إني جروت زكاة فطري باسم كم مجوين ورجران يو حال إساني مجاوي قم بيا إسانيتي وان زكاة فطري سيرون إرغني وربي يساني جلسون قويا إيدا أكما أفتي وكلما ما فرتني زكاة سن أكار راباسا يوغدن حال بريدادا أمو يو حال خلص كم بجو نتاتي مالك إيما وان سني أكا أما مذهب أبو حنيفة في إمام الثوري في إمام البخاري إلى علماء سني رد من ابن تيمية رحمه الله يو ضرورة افتاي يو ركوفتاي مسلحة يو أو بؤا وهي تقوفيوته نتاها كجي أنسانيتي نانو جروتي قيما سنقرود ان دينيا حالي مدام بافن يومين يوم الجاوبات اما واني كتلو تسيط في الرائع قبر باچز نمن زكاة فطري باسسون يرودان قيما سن اللي يوته غتي زكاة فطري سن اللي يوته يرودان بك زكاة كن مسنين قهوك ابا جيتشو ايدا دورتي جيتشو ايدا دورتي غتي فطري سني امام توس امام نانو في جرو اسا بران قهو قودين سوان سن قودا يو ايدا بودا اللي تاي خنين سي اتي خن تمو ايدا درا تاو قبا بكا حتى كان دوغو غوري ام بدرا بيو تا ابيرو خيسات ايدا صلاته ايدا را ايغا باني نما زكاه فطري جي مسجد في دي مالك خن وانين ارغيف دوغو غوري اكنا خن اك اسن مودن نمني وان كن خنو فدو صلاته ايدا درت يو غيان صلاته ايدا خن خرا ادادات نمني فغورا دوفا لف فغو مخينا او فدوفا حال غيا ايدا خن قال فطري باسوف نما جرجر سوتاته ايدا درت غيا لما أكا عبد الله بن عمر فان دلغان كان إيدا درت قويا لما خيساتي زكاة فطري دا إمامة هوس وكيل حواسا بكبوا حواسني نانو سنب قلت زكاة سن وليس السابو رف بكبوا نمد قلت برا غهي يرودان إيدا بودا يوك أودا ملي إيغا تكنمتك وكيل سن برا غهي إمامة سن برا إيغا بي غهي حالا زكاة فطري دا اتباري دو خنافو بكجرتن را زكاة فطري إيجي فننا قلت آدا زكاة فطري دا درك أمر ربي سبحانه وتعالى توكو توكو نمرة تقول إيه متانا مت زكاة فطري دا وجبا منا توكو خيسا نم كن أيو جراته سقودا كن أني منا سنجرا نم نسدي يو جراتيز نم سدي سقودا نم سدي جرا أبا منا ماتي ساتي في ور ساتي في وان تلقا سا جل جرور را أكوما مصروف نساني سر درك أما زكاة فطري دا راباسون درك أما خنوافوغا ربي چين نها إيغو زكاة فطري تنا أكا أبوينو نعم سيسني في نامنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.